les peintres, toutes les peintres, mais pas féminin. En français, je connais les femmes ou femmes en arabe, il y a le féminin et le masculin. Et femmes à la hauteur, à la. Donc, on a vrai, je crois, tout le monde qui est là, il y a tout le monde qui est là, qui est là, qui est là, في الولاية في المجلس البلدي وبالأخص في وزارة الثقافة التي تودنا دائما بمساعدتها وبمواقفها المتجددة إزاء الثقافة للفنون على وجه العموم وكذلك للجنة التي يترأسها الأخ سعد كامل الدنيا اللي سهروا على تجديد وإعطاء نفس جديد. هذا بطبيعة الحال الحمد للسيد الوزير على انخراطنا في تشجيع جميع المبادرات الفنية، المبادرات الثقافية والإبداعية دائم مع جمعية رباط الفتح من خلال الأنشطة التي تنظمها عبر المملكة المغربية. شكرا كذلك لممثل وزير الثقافه بيان سور كنوبي با سيو ايبار ايتي بيان فينو الفنانه كيشكركم كذلك سي الكريم على ما كتقدموه لهذا الفضاء فاطمه دويراني الاسم الفني أم هند كانت واجدوا الآن بفضاء محمد بن علي الرباطي اللي تحت لواء جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة وكان حي وذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال شارك جميع الأساتذة جميع الفنانة شاركوا باللوحات ديالهم اللي كترمز لهذا الحدث العظيم أنا حطيت لاغمواغي دي ماروك واحد اللوحة قديمة في عهد المسيرة الخضراء لوقيت هذه المسيرة الخضراء هذه احتفظ بها الوالد ديالي الله يرحمه كان هداها لي واحد الجندي كان عنده تحت السرية ديالو وثم اللوحة ديال المسيرة الخضراء على شكل مستدير اللي أنا اختاريت باش نديرها شكل مستدير باش تكون شوية مفروقة على اللوحات الآخرين وهذا شرف عظيم نشاركه في المناسبات الوطنية ديال بلادنا انا يعني فنان تشكيلي كان نظامي تحت لواء جمعيه رباط الفتح التنميه المستدامه تحت رئاسه عبد الكريم بن علي و اون ايسي با اون فيت لا فيت دو ديال المسيره انا و لي كوليك ديالي كامل لي زارتيست بانتر و اون اي تري كونتون اون اي تري تري كونتون كوم تو لي ماروكان بحال المغاربه كاملين يعني وكنحاولوا نجسدوا داك لا فيت ديالنا وداك لا جوا ديالنا افيك 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 نوتر ستيل اي شاكان ا سون ستيل بيان سور مون ستيل سي سي سيمي ابتري كونتومبورين كون فوي كان كنستعمل لي كولور تير اي شاكان كيدير لي كولور ديالو وهذا شرف كبير ان كان يعني كان اولا بروميييرمون كنكون مع جمعيه رباط الفتح لان ماشي حيت انا معاها ولكن حيت الجمعيه يعني تستاهل التقدير والشكر على رئاستها عبد الكريم بن هاني وكان يعني كان وحنا حاضرين هنا باش يعني هذا واجب وطني وواجب في اطار الجمعيه وفي اطار الدوله المغربيه
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.